القاسم، السياو ينطلق، السياو عرضية والتصويبة يا رب. الأحمر سيد الألوان هذا الموسم، سيد الألوان هذا الموسم، هو العريس ولازم يحتفل، هو العريس ولازم يحتفل في يوم زفته، في يوم كرنفاله، في يوم احتفاله. حميد عباس قبل مرور الدقيقة في أسرع أهداف في هذا الموسم يؤكد الأهلوية بأنهم أبطال. يا سلام على السياو، الله على السهم الأحمر كيف ينطلق. أحمد عباس قبل ما نقول التشكيلة يقول اذكرني أول واحد في التشكيلة، أول واحد في التشكيلة. 1-0 النادي الأهلي اللي يبدأ في مباراة اليوم بحميد عباس، بسيف يوسف، بوليد عباس، بالحمادي، بأحمد خليل، بعبد العزيز هيكل، بهجوم سيطر على الكرة عن طريق أحمد عباس. من بدأ شريط هذه المباراة ومن قص الشريط الختامي يرسل الكرة في مكان ما فيها تسلل، فيها الكرة في المرمى حتى بأقدام المدافعين. جرافا يصفر لأن السياو يتحرك ويجبرهم على التصفير. الظفرة يشارك في الكرنفال ليس بإرادته وإنما بفعل السياو، برغبة السياو، نظرة الجنرال كوزمن. 1 من الأهداف الأخرى التي تسجل في هذه الليلة، ليلة الأحد الكبير. الله على التمريرة يا حميد عباس، الله على الهروب من السياو. شوف العرضية، شوف المتابعة، شوف اللقطة الماضية، هل كانت من أحمد خليل أم مدافع الظفرة؟ نشاهد له والله الريد كارد، الريد كارد إذا يسجل أحمد خليل. كيف ما شفته اللقطة الماضية، شوف السياو، سياو بشار، أحمد خليل لاعب الحسم والأيام الحاسمة يسجل الهدف ويحمل تصويبه الآن من هوجو فيانا في نهاية الشوط المباراة الأول. يؤكد هوجو فيانا بأنهم فريق استثنائي في موسم استثنائي بأهداف ثلاثة يحتفلون بها في البطولات الثلاثة ثلاثية للنادي الأهلي عن طريق هوجو فيانا. شوف اللقطة الماضية وشوف التصويبة اللي صدمت في حارس المرمى واتجهت إلى الشباك معلنة هدف الثالث. شوف اللقطة الماضية اللي كان فيها إسماعيل الحمادي في اللقطة الماضية، هل كان إسماعيل الحمادي مشترك في الكرة؟ هل كان يطالب لاعبو الظفرة باحتساب التسلل في اللقطة الماضية؟ لكن كل ذلك لا يهم كثيرا في هذا التوقيت في هذه المباراة. هدف ثالث في الوقت بدل الضايع في هذا الشوط عن طريق اللاعب هوجو فيانا. فضل هوجو فيانا لكن مقطوعة بشكل سليم، وصلت إلى عبد الله النقبي. يا سلام، بيلعب الكرة فيها تصويبة قوية. يا رب يا الله، هدف الظفرة ما أحلاه. في كرة يشاركون فيها الاحتفال ويشتركون في الكرنفال، فرسان الغربية يقلصون الفارق بكرة وتصويبة استقرت في المرمى، استقرت كالسيف في مرمى سيف يوسف. شوف هي رايحة، شوف قوتها، سرعتها، دقتها، والكرة على يسار حارس المرمى تصبح النتيجة 3-1. تصويبة كانت من الرائع كامل شافني في كرة فهد خليل يتقدم الآن، يضع الكرة في المرمى. لا صوت يعلو على الونان، لا صوت يعلو على الفرسان، لا صوت يعلو على صوت النادي الأهلي. قدام قدام، لا زال الهدف قدام، بنسابق أيامنا لأجلك ونسبك. هذا شعار الأهلوية، هذا شعار الأهلوية. لاعبين ومدرب، إدارة وجمهور، الكل بهذا الشعار، بهذا الإصرار، بهذه الإرادة. لا صوت يعلو على صوت الونان، لا صوت يعلو في هذا الموسم على الفرسان.
الاستلام للكره في مكان ثاني في فرصه تصويبه قويه يا رب كما يليق بالابطال كما يليق بالفرسان كما يليق بالاستثناء كما يليق بالامراء خيمينيز في ليله العرس الكبيره خيمينيز في ليله الاحد الكبير خيمينيز في ليله الاهلي في ليله الذهب في ليله اللقب في ليله الحزم في ليله العرس الله عليه احتفاليه الله عليه احتفاليه عريس ولازم يحتفل عريس ومن حقه يهديهم في هذا العرس هذه التصويبه وهذه هذه الطلقه وهذا الهدف وهذه الفرحه والسعاده من سمو